شوفوا شحال ولا عندي. العب وربح باي لعبه بغيتي تلعبها، شحال ما لعبتي شحال ما يتزادوا فلوسك. السلام عليكم، معكم فاطمه من قناه افتيشان. الفيديو ديال اليوم انا متحمسه له بزاف، حيت هاد الفكره اي واحد فينا يتمنى انه يربح من خلالها، حيت نربحو وحنا كنلعبو. والارواح انه ماشي لعبه واحده ولا شي لعبه معقده ولا شي لعبه اللي انها ما عندنا كيفاش نلعبوها، خاصنا ضروري الحاسوب. لا، يمكن تلعب الهاتف ديالك اي لعبه لعبتيها، والالعاب اللي ساهلين بحال اللي ديجا كنا كنلعبوهم في الهواتف ديالنا. وكنظن انه المعظم لعب في حال هاد الالعاب، مثلا سابواي سيرفر، كاندي كراش، وهاد الالعاب اللي كيطلعوا لكم هنا. هاد الالعاب تقريبا كاملين بينا لعبناهم، لكن هاد المره كاين واحد الاختلاف. طبعا هادي شحال فقط كنا كنلعبوهم من اجل المتعه، لكن هاد المره نلعبوهم ونتمتعوا وكذلك نربحوا من خلالهم. هاد المنصه جمعات بزاف ديال الالعاب، وكما شفتوا العاب ساهلين. هاد الالعاب كتلعبوهم وكتربح من خلالهم، ماشي فقط هي تلعب وصافي. اكيد واحد السؤال انا عارفه بزاف الناس يطرحوه، وهو يقولوا لي فاطمه احنا لعبنا وخدينا الفلوس، وهاد المنصه شنو تستافد؟ هاد المنصه مثلا تمي كتكون كتلعب، قبل ما تكمل اللعبه ولا ملي كتجي تبدا اللعبه كيطلع لك واحد الاعلان، واحد الاعلان ديال 3 ديال الثواني ولا 5 ثواني، نص ساعه كتحيد ديك الاعلان وكتكمل اللعب ديالك. وهي هاد المنصه كتربح من خلال ديك الاعلانات اللي كيظهروا لك انت. انا هادي مده وانا خدامه في هاد المنصه، لكن كنت متردده انني كنقول واش نشارك معاهم ولا لا، ولكن تخت قرار قلت انني نشارك معكم هاد المنصه باش نتوما تستافدوا منها، ولكن في نفس الوقت انا ننبه منها ونعمل اللي عليا. المهم انا المنصه خدامه فيها، خدامه دابا تقدر نتوما تدخلوا فيها وخدامه، لكن حنا ما عارفينش ان هاد المنصه واش تستمر ولا لا. كاين بزاف ديال المواقع اللي فلو كيبانوا لك يقدروا يستمروا وما كيستمروش، كاين كيبانوا لك انهم ما يستمروش وكيستمروا، حيت العالم ديال الانترنت هيدا داري، يعني ما نقدروش انا نحطوا واحد الثقه ديالنا كامله في واحد المنصه وحنا ما عارفينش الخبايا ديالهم. فضروري قلت انني نشارك معكم وفي نفس الوقت ننبه، يعني انسان باش ما يدخلناش يقول صاف انا هنا نحقق ثروه وما عارف اش، واحد النهار المنصه تشد. المهم اهم حاجه نطلبها منكم هو تركزوا معايا مزيان مزيان في اي حاجه نشرحها لكم دابا في الفيديو. ركزوا معايا مزيان، ماشي فقط تبقاو مركزين في الربح وفي الالعاب وتنساو الحاجات المهمه، وانما ركزوا معايا كلشي، احسن حاجه تكملوا الفيديو حتى الاخر، حيت نقول لكم شي حاجات اللي مهمين ونشارك معكم حاجات اللي مهمين، يعني ضروري تبعوهم باش انه الانسان، حيت بعض الناس كنشوف انه حطيت الفيديو شرحه فيه كلشي والناس كيمشيو للتعليق كيقول لي كيفاش نعملوا هذه كيفاش نعملوا هذه، وانا كنكون ديجا شرحتها في الفيديو لكن هما ما كملوش الفيديو. فضروري تكملوا الفيديو باش تستافدوا من كلشي. ودابا بلا ما نطول عليكم يلا بينا نبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله. اول حاجه كتشوفوا هنا هما الالعاب، كما شفتوا كاين بزاف ديال الالعاب. دابا نوريكم كيفاش تسجلوا. كاين يا اما تدخلوا بالفيسبوك ديالكم ولا بجيميل ديالكم، يعني الايميل، انا ندخل بجيميل. المهم هذا هو الحساب ديالي كما كتشوفوا، هنا شحال ديال الالعاب لعبت، هنا شحال ديال الارباح ربحت، هنا اي حاجه يعني عندي، هنا تفاصيل ديال البروفيل ديالي. المهم دابا نجوز معكم باش نلعب، باش نوريكم كيفاش تلعبوا وكيفاش تحققوا الارباح من هذه اللعبات. ندخلوا هنا للجيم، نتكيو فيها، نختار انا اي لعبه هنايا، اي وحده راه تكيتو فيها راه خدامه. انت كيف هذه الاولى تلاحظوا هنا الاشهارات اللي هضرت لكم عليها، يعني اللي كتربح من الشركه. هنا هذه الاشهارات تحتاني كنستنى حتى يتلاك، اعملوا سكيب مراها عاوتاني سكيب، وراه تسكي هنا في الليفل الاولاني ونبدا نلعب. فصافي كنبدا هنا نلعب عادي كما كتشوفوا، يعني لعبه اللي ساهله واللي انا متاكده ان اي واحد كيشاهدني دابا راه ديجا لعب في حال هذه الالعاب. فانا انا كنلعب باش نوريكم في الاخر شحال ديال الارباح غنحققهم هذه اللعبه، هو حسب اكثر كيحسبوا لك يعني شحال ديال الوقت اللي جوستي في هذه اللعبه، وعليها كيحددوا لك النسبه ديال الربح. هنا كنسالي الليفل مثلا الاولاني، بغيت نلعب الليفل الثاني كتدخل تلعبوا بكل سهوله. نحاول انني نزرب لكم هاد اللقطات هادو باش ما يكونوش طوالين، باش بغيت نشارك معكم في الاخر شحال ديال الارباح نقدر يعني نربح من خلال هاد اللعبه هادي البسيطه. فهنا نكمل ليفل مثلا، كما كتشوفوا انا واخا تكون داخل اللعبه كلاعب راه كيجيني اشهار عادي، راه في 3 ثواني ولا 5 ثواني كتعدلوا لو سكيب. هنا انا نوقف، فنجي المربع الاصفر فوق نعمل ليف جيم، هنا ربحت 0.2 دولار. فهنا نخرج من اللعبه باش نمشي نشارك معكم حاجات اخرى.
هنا في الواليت ديالي كيما كتشوفوا عندي 400 دولار ديجا. هنا الالعاب اللي لعبتهم كاينين لعبتان دقيقه كاينين 10 دقائق، وكيما كتشوفوا انه كتختلف الارباح شحال لعبت. مثلا لعبت 10 دقائق ربحت عليها 2 دولار، انا لعبت 6 دقائق ربحت عليها 0.1 سنت. هنا كيبان لي شحال باقي لي ديال دقائق اللعب، هنا الفري وهنا اللي خلصت عليها. هنايا هذه لي فابور كتلعب مع 10 دقائق، وهنا هذه اللي مخلصة عليها كنلعب فيها نص ساعه، يعني بجبيهم كنلعب واحد 40 دقيقه في النهار كنربح واحد 6 دولار حتى 7 دولار يعني في النهار. ونوريكم كلشي التفاصيل وانكم كيفاش تزيدوا الارباح ديالكم في هذه المنصه، وكيفاش انا عاود مثلا تلعبوا 10 دقائق ترجعوا كتلعبوا واحد 40 دقيقه ولا اكثر، ويمكن لكم انكم تلعبوا اكثر من 30 دقيقه حيت انا واخداي هذه البسيطه يعني الاولانيه. فندخلوا مورا هنا باور بلاي باش نشوفوا الحاجه اللي كتقدروا تاخذوهم باش انكم تزيدوا الارباح ديالكم. هنا كتبداو من 25 دولار وانتم كتشوفوا، يعني هنايا كل وحده كيحددوا لك شحال من نهار وشحال يقدر يكون فيها الربح، يعني شحال كتربح في النهار شحال كتربح في الشهر، وكذلك شحال كتربح من دقيقه شحال كتلعب من دقيقه في النهار. هنا نمشي ديبوزيت، نحط مثلا انا بغيت نحط مثلا 25 دولار. ركزوا معايا مزيان هنا، هاد الشيء نحطها مثلا بالبيتكوين تشوفوا لي فخي طالعه بزاف، يعني انا شري ب 25 دولار نعطيهم 25 دولار ديال البيتكوين ترجع لهم 45 دولار. هنا بالإيثيريوم كذلك بالبيتكوين كاش كتنقى شويه، ولكن في الترون والليتكوين والدوكوين والباير كتنقص كترجع 1.5 دولار. لهذا افضل حاجه انكم تشريو يا بيرفكت ماني ولا الدوكوين، شريو لي عندهم لي فري ضعافين، يعني ماشي انتما تشريو بالبيتكوين وتخلصوا نفس الثمن بالبيتكوين باش يعني تشحنوا هنا، يعني هذا الشيء بزاف. فحاولوا انكم تشحنوا بالباير ولا بالبيرفكت ماني، مورا كتجيو هنا كتفعلوا اي حاجه انتما بغيتوها. كذلك هنا الناس اللي باغا مثلا نزيد الارباح ديالها هي كتقدر تستخدم بالكود ديال الاحاله يعني ريفرال لينك. فندخلوا هنايا الفريندز نسكيو على الفريندز باش نمشيو له. هنا كتاخذوا الكود ديالكم كتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش كتزيدوا الارباح ديالكم، يعني كتلعبوا الاصدقاء ديالكم حتى هما ملي كيلعبوا نتوما كتربحوا عليهم، يعني ماشي كديروا لهم فلوسهم انما منصه كتعطيك هاد الارباح. انا دابا نرجع نختار شي لعبه باش نلعبها معكم ونشوفوا حتى شحال الربح. مثلا نختار هاد سابواي سيرفر، اكيد كلش فينا دار اللعبه، يعني نتخطاو الاشهار مورها ندخلوا اللعبه. هنا الاشهار راه يطلع حيت 6 ثواني 5 ثواني تخطاوه ورانا ندخلوا اللعبه. فنحاول انني نجرب اللعبه كما كتشوفوا باش نشوفوا في الاخر يعني هاد المده اللي لعبتها شحال نقدر نربح من خلالها. كما قلت لكم انه كل ما اذا بغيتوا مثلا تربحوا اكثر خصكم ترقيو الحساب ديالكم. انا هنا خديت 1 دولار على مده ديال تقريبا واحد 3 دقائق كنلعب. هادو الناس اللي كيربحوا من هاد الموقع كتشوفوا الارباح ديالهم هنا كل واحد شحال كيربح. وانا دابا ندخل معاكم باش نوريكم في الحساب ديالي امتى وانا كنلعب في هاد الموقع. فندخل هنا الواليت ديالي بقى نازله وتشوفوا التاريخ امتى بديت. هنا مثلا 1 ديسمبر، هنا في نوفمبر، ونوصلوا حتى اكتوبر وباقي تحت تحت. فكتشوفوا يعني كل مره شحال كنلعب كل مره شحال كنربح. هنا اللي بالمجان واللي لا كما كتشوفوا هنا 3 دولار. هنا وصلت اكتوبر شفتوا راه اكتوبر وانا كنلعب وقبل كاع. هنا نجي نسحب الاموال ديالي معكم، كنمشي للواليت ديالي نتكي في ويدراو. مورها انا نسحب الفلوس اللي عندي هنا كما كتشوفوا 401 دولار نسحبها كامله معكم ونأكد لكم انني توصلت بها. فهنا اول حاجه نمشي نتكي فيها اللي في الاحمر كما قلت لكم ويدراو. هنا كذلك واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف هي لي فخي باش تسحب فلوس كيكونوا طالعين. كما كتشوفوا انا عندي 401 دولار ان اقطعوا لي عليها 24 دولار في اي طريقه سحبتي ليتكوين بيتكوين دوكوين اي حاجه راح يقطعوا لكم عليها 24 دولار. فاتوصلني فقط 376 دولار. هنا نمشي نباينس باش ندير المحفظه ديالي. هنا انا ننزل بالليتكوين فنجي نحط هنا المحفظه ديالي نحط الفلوس كاملين. فتوصل فقط ب 376 دولار انا من الويدرا. وفاستنى واحد المده على حسب ما كتعطلوش على 24 ساعه. هنا كما كتشوفوا ندخل باينانس ديالي هنا هما توصلت بهم نتكي ديبوزيت تشوفوا انه توصلت بالفلوس ديالي هما. ندخلوا دابا باش تاكدوا ان هذا العدد ديال الليتكوين راه كيساوي 375 دولار.
فنمشي هنايا العملات الرقميه اللي عندي في منصه باينانس غنسكي فيهم تشوفوا انه شحال كيساوي باليو اس دي. ها هي 375 دولار فاصلة 55 سنت هي اللي توصلت بها، توصلت بالاموال ديالي بنجاح. وصلنا لهذا الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. شوفوا فيديو جاي ان شاء الله، تهلاو في راسكم وبسلامه.